يقول لك إني مشرك، إني موحد، وما أحد يقول لك يغرق ولا قارك في البدع والضلالات حتى الشركية، ما يقول لك أنا لست من أهل السنة، يقول نحن أهل السنة والجماعة. ولكن هل تثبت الأمور والعقائد بمجرد الدعاوى، أو لا بد من البرهنة على أنك فعلا من أهل السنة، من أهل الكتاب والسنة، وأنك تحذو حذو السلف الصالح فيما تدين الله به من عقائد ومن عبادات؟ لا يثبت هذا إلا إذا فتشنا كما يقول الشيخ واختبرنا. ما هو كل واحد يجي يقول أنا لا، الأصل أن نختبر. الرسول جاءت المرأة السوداء، جاءت المرأة السوداء كان قد لطمها سيدها وندم، ماذا يفعل؟ قال اجنبه، فجاءها ليختبر إيمانها، فسأل أين الله؟ قال في السماء. قال أعطيك إنها مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، مؤمنات مؤمنات مهاجرات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. يأتي مؤمنة مهاجرة، الآن يأتي المبتدئ ليزب بدعه وخرافاته وضلالته في شبابه، فنقول لا يجوز الاختبار، لا تمتحن عباد الله، هذه فتنة أن تتفرق المسلمين. لا والله يجب، إذا كان هناك حصانات طبية ويسموها إيش؟ ها؟ لا غير التطعيم، لا الحجر الصحي، الحجر الصحي، الحجر الصحي لحماية أجساد الناس، أجساد الناس من الأمراض الفتاكة، فلماذا لا نعمل حجرا صحيا كما كان يفعله السلف الصالح؟ حجر فكري، نعم حجر صحي ولا فكري، فيما شئت على دين الناس وعقائدهم التي ائتمن الله تبارك وتعالى. لماذا للناس الحق أن يسرحوا ويمرحوا في دين الله والدعوة إلى ما يريدون من الأهواء، ولا تفرض عليهم القيود، وتفرض عليهم القيود الشديدة في الأمور الدنيوية في المال وغيره؟ أصبح الدين عندنا أرخص وأهون وأحقر من هذه الأمور الدنيوية. والله يجب، وكان السلف يعملون هذا الحكم، إيه والله، وأنا كان عندهم حصانة شديدة، فكان المبتدع لا يجد له موضع قدم في أوساط أهل السنة، ولا يسمح له أن يقول نصف كلمة. يقول الإمام يا أئمة اسمح لي أن أكلمك كلمة واحدة، والله ونصف كلمة، ولا نصف كلمة. وكانوا يمنعون الناس من مجالسة أهل البدع، وإذا جالس أحد من أهل البدع اتهموه بأنه مبتدع. ليه؟ لأن رسول الله يقول أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. والله إذا كان إنسان عنده عقيدة صحيحة ويمشي على منهج صحيح لا يركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيه، استقم على ما أمرك الله على منهج الله. فمن الطغيان في الإسلام أن تعانق أهل البدع وأن تجاملهم وأن تصادقهم وأن تدافع عنهم. وأن تفرض الحماية لمناهجهم وعقائدهم، وتؤلف الكتب لأجل حماية هذه البدع ولحماية وللدفاع عنها، هذا ضياع.